بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد رافع السماء بلا عمد، باسط الأرض على ماء جمد، خالق الخلق ومحصي العدد، مقسم الأرزاق فلم ينس أحد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. يا من تقاصر شكري عن أياديه وكل كل لسان عن معاليه، وجوده لم يزل فرداً بلا شبه، علا عن الوقت ماضيه وآتيه، لا دهر يخلقه لا قهر يلحقه، لا كشف يظهره لا ستر يخفيه، لا عد يجمعه لا ضد يمنعه، لا حد يقطعه لا قطر يحويه، لا كون يحصره لا عون ينصره، وليس في الوهم معلوم يضاهيه، جلاله أزلي لا زوال له، وملكه دائم لا شيء يفنيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال عز من قائل في محكم كتابه العزيز، وهو أصدق القائلين: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأشهد أن سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، سيدنا ومولانا محمد، سئل صلوات ربي وسلامه عليه: أي مسجد في الأرض وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قيل: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه الذين ساروا على هديه وفي رحابه وركابه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب الله ورسوله، إن الله تبارك وتعالى خلق سنة المفاضلة، جعل سنة المفاضلة في خلقه، ففضل بعض الأزمنة على بعض، وبعض الأمكنة على بعض، وبعض الأشخاص على بعض، حتى أجزاء الجسد فاضل بينها سبحانه وتعالى، فاضل بين الزمان، جعل خير الأيام يوم الجمعة،
وخير الليالي ليلة القدر، وخير الشهور شهر رمضان، فاضل بين الأماكن، فجعل خير الأماكن المساجد، وخير المساجد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام بمكة، والمسجد النبوي بالمدينة، والمسجد الأقصى ببيت المقدس. وفاضل بين الخلق، فجعل خير الخلق الأنبياء، وجعل خير الأنبياء وخير الخلق جميعاً سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلق على الإطلاق نبيُّنا فملع الشقاق. وحين فاضل الله سبحانه وتعالى بين الأمم، جعل أمة الحبيب محمدٍ صلى الله عليه وسلم خير الأمم: كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة. كان هنا ليس كما يتوهم البعض إنها تدل على انقضاء الزمان وانتهاء الحدث، كما تقول كان محمد موجودا فلم يعد الآن موجودا، إنما هذا النوع من كان يسميه نحاة الكوفة المضارع الدائم أو المضارع الراهن، الماضي الراهن. كان الله سميعاً بصيراً، كان الله على كل شيء قديراً. فهل معنى ذلك أنه كان ولم يعد؟ حاشاه سبحانه، فهو كان ولا يزال. ومن هذا كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس، أي أنتم خير أمةٍ أخرجت للناس، وستظلون كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما دمتم محافظين على مقومات الخيرية. أيها الأحبة، أقول هذا الكلام ويكاد كبدي يسيل مرارةً لحال الأمة اليوم. أقول هذا الكلام وتكاد روحي تزهق أسفاً على حال مقدسات المسلمين اليوم، من خير بقاع الأرض المسجد الأقصى، بيت المقدس، المسجد المبارك، البقعة المباركة التي باركها الله عز وجل. هذه البقعة المباركة التي أثنى عليها القرآن في مواضع كثيرة، وتحدث النبي الكريم عن فضلها وقيمتها في مساحة واسعة من سنته الغراء صلى الله عليه وسلم. يقول القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. المسجد الأقصى بارك الله عز وجل حوله بركة دينية وبركة دنيوية، فمن بركاته الدينية أن معظم الأنبياء وطئت أقدامهم الشريفة أرضاً. سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا يعقوب عليه السلام، والده سيدنا إسحاق، الأسباط، سيدنا عيسى عليه السلام، اجتمعت أرواحهم جميعاً بعد ذلك في عالم الروح والحس والمعنى. ليلة الإسراء والمعراج جمعوا جميعا في بيت المقدس لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمت بذلك الكرامة والبركة لهذه البقعة حين وطئتها قدم خير الخلق صلى الله عليه وسلم، فصلى بالأنبياء جميعا ليلة الإسراء والمعراج. فكان الإسراء المسجد الأقصى بذلك منتهى إسراء رسول الله ومبتدأ معراجه. المسجد الأقصى يا شباب الأمة
أقول هذا الكلام واحتملوني إن كان في نبرتي بعض القسوة. يا شباب الأمة، ماذا تعرفون اليوم عن الأقصى؟ يا مسلمون، ماذا تعلمون اليوم عن تاريخ الأقصى وعن مكانة الأقصى في الإسلام؟ ماذا تعرفون اليوم؟ والله إن الإجابة مخزية ومخجلة وفاضحة. ملايين من المسلمين وخاصة من الشباب لا يعلمون شيئا عن بيت عن المسجد الأقصى، ولا عن بيت المقدس، ولا عن القضية الفلسطينية. ثم بعد ذلك نأتي الآن فنبكي على اللبن المسكوب، ونشجب حظنا العاثر وقدرنا المؤلم، إذ يفعل بالمسجد الأقصى ما يفعل. ماذا قدمتم للمسجد الأقصى يا أمة الإسلام؟ بدهية، ماذا تعرفون عن المسجد الأقصى؟ يا شباب الإسلام، إن رؤوسكم مزدحمة بآلاف المعلومات في كل شيء، فيما يفيد وفيما لا يفيد. وماذا تعرفون عن هذا المقدس؟ ماذا تعرفون عن واجبكم نحوه ومسؤوليتكم الدينية أمام الله عز وجل يوم القيامة عن ضياع هذه البقعة التي هي جزء لا يتجزأ من الكيان الإسلامي إلى يوم القيامة؟ ماذا تعرفون عن المسجد الأقصى يا شباب الإسلام؟ ثاني مسجد وضع في الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، المسجد الحرام، وبعده وضع المسجد الأقصى كما أخرجت كتب السنة الصحيحة في ذلك. كم بينهما يا رسول الله؟ قال 40 سنة. المسجد الأقصى بنته الملائكة، المسجد الحرام وضعته الملائكة، ثم بعد ذلك المسجد الأقصى وضعته الملائكة كذلك. أما ما فعله سيدنا إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل فهو رفع القواعد، وأما ما فعله سيدنا سليمان عليه السلام ووالده داود في المسجد الأقصى فهو رفع القواعد وإعادة البناء، تجديد. وهذا يحل لك الإشكال، كم بينهما 40 سنة. أما ما بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا داود وسليمان فمئات السنين، 40 سنة. المسجد الأقصى ثاني مسجد وضع. المسجد الأقصى أولى قبلتي الإسلام. ظل المسلمون يصلون 16 شهراً أو 17 شهراً نحو بيت المقدس، على ما أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من رواية البراء بن عازب رضي الله عنه. ثم أمرهم الله أن يتحولوا إلى الكعبة المشرفة، فهو أول المسجدين، أول المساجد، ثاني المساجد الثلاثة المعظمة في الأرض، وهو أول القبلتين، وهو كذلك منتهى إسراء رسول الله ومبتدأ معراجه، وهو أرض المحشر والمنشر. سألت ميمونة مولاة رسول الله سيدنا رسول الله عن بيت المقدس فقال: أرض المحشر والمنشر، إن استطعت أن تصلي فيه فافعلي، فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه، والمشهور في جميع كتب السنة 500 صلاة، هذه رواية وهذه رواية، كألف صلاة. قالت: فإن لم أستطع يا رسول الله، قال: فأهدي إليه زيتا يسرج فيه، فمن فعل ذلك فكان كأنما أتاه. بيت المقدس يا أمة الإسلام، هذه البقعة المقدسة التي تطأها أقدام أحفاد القردة والخنازير اليوم، هذه البقعة المقدسة التي يلوثها الكيان الصهيوني ويحاول جاهدا في محاولات خبيثة إلى تهويدها وإلى بترها عن تاريخها وسياقها، وإلى طمس معالم التاريخ والزمان والمكان في هذا المكان. فهل تقبل ذلك أمة الإسلام؟ هل تقبل أمة الإسلام هذا الذل والهوان؟ هل يتهود المسجد الأقصى؟ فماذا نقول لرسول الله؟ وماذا نقول لعمر بن الخطاب؟ وماذا نقول لصلاح الدين الأيوبي الذي كأنه يخاطبنا الآن قائلا: والله لقد جاهدت في ذلك وانتصرت،
لقد ضحيت بكل ما أملك، وما أرهبني جحافل الجيوش الإفرنجية التي كشرت عن أنيابها لطمس معالم الإسلام في هذه البقعة المباركة. فلا ترهبكم دباباتهم ولا صواريخهم ولا علمهم ولا تقدمهم، فهم أذل خلق الله وهم أحقر خلق الله. وهذا ما يجب أن تمتلئ الأمة إيمانا به، وأن تنطوي القلوب على اليقين به. إن أمة اليهود، إن هذا الكيان الصهيوني، هذا التشكيل العصابي الرخيص، هم أحقر خلق الله وأذل خلق الله. ألم يقل الله سبحانه وتعالى وهو العالم والقادر: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب؟ ألم يقل الله ذلك؟ ألم يقل الله في قرآنه: يا أمة القرآن، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا؟ فإذا جاء وعد أولاهما، أولى المرتين في الفساد، بعثنا عليكم عبادا لنا، ضعوا خطا تحت كلمة عبادا، عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم حين أصلحتم ما بينكم وبين الله، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، أي المرة الآخرة، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم، عدنا، إن عدتم إلى الإفساد، عدنا إلى إدالة العباد عليكم. إن عدتم إلى الإفساد، عدنا إلى تسليط العباد. أبشروا يا أمة الإسلام، والله لقد عادوا إلى الفساد، والله لقد عادوا إلى قتل العباد وتخريب البلاد، والله لقد منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي. أبشروا يا أمة الإسلام، واقرأوا كتابكم، اقرأوا كتاب ربكم وسنة نبيكم لتمتلئ قلوبكم باليقين. هؤلاء الذين منعوا مسجد الله أن يرفع فيه الآذان وأن تقام فيه الصلاة، خربوا بيت الله ومنعوا أن يذكر فيها اسمه، أولئك لهم خزي في الدنيا، خزي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال سيد المرسلين المبلغ عن الله صلى الله عليه وسلم: ستكون أمة من أمتي، ستظل طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قاهرين أعداءهم، لا يضرهم من خالفهم إلا لأواء مما يصيبهم. لأواء يعني عذاب، بعض العنت، بعض الحصار، بعض المشقة، إلا لأواء تصيبهم حتى يأتيهم الحق، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قالوا: فأين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأنحاء بيت المقدس. أبشروا أيها المرابطون حول بيت المقدس، رسالة من حبيب الحق وسيد الخلق: أنتم خير الأمة، أنتم أفضل الأمة، تمسكوا بموقفكم واصمدوا على حقكم، ولا تتنازلوا ولا تقبلوا الدنية في دينكم وأعراضكم. والله إنكم ممدودون بمدد الله، إنكم ممدودون بمدد الله،
ومنصورون بدعوة رسول الله، ولن تظل الأمة الإسلامية صامتة هكذا إلى يوم القيامة، فإن الحق في هذه الأمة يمرض لكنه لا يموت. رسالة إلى بني صهيون، رسالة إلى الكيان الصهيوني، لا يغرنكم هذا الصمت. فكم في هذه الأمة من صلاح الدين، وكم في أرحامها من عمر بن الخطاب، وإن فيها كتاب الله وسنة رسوله، ولن نغلب أبداً ولن نقهر ما دام فينا كتاب الله وسنة رسوله. لا يغرنكم هذا الصمت يا بني صهيون، يا أذل الخلق، يا سفاك الدماء، يا قتلة الأنبياء، يا أعداء الحق إلى منذ فجر التاريخ. لا يغرنكم صمت الأمة الآن، فإن في هذه الأمة أسوداً ورجالاً، وإن الحق يمرض لكنه لا يموت، إن الحق يمرض لكنه لا يموت، وإن لهذه الأمة بعثةً لن يقف أمامها أحد. فقفوا مكانكم وارجعوا عما برؤوسكم، واسمعوا نداءات المتعقلين الذين لا يريدون للمنطقة خراباً ولا فساد. تعقلوا وراجعوا أنفسكم، إنكم تعيشون في وهم خاضع، وإن الله عز وجل أخبرنا أنكم أجبن أهل الأرض، لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى. اقرأوا عدوكم يا أمة الإسلام لئلا ترهبوهم، هم أذل الخلق، وفي التاريخ كله كانوا أحقر الخلق. قال الله لهم على لسان موسى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كانوا مؤمنين، وهم ليسوا كذلك. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها. فانظر إلى البزاءة بعد ذلك، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال الله سبحانه: فإنها محرمة عليهم، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. هؤلاء هم أعداؤكم يا أمة الإسلام، أرأيتم بماذا يصفهم القرآن الكريم؟ وأنتم خير الأمم، أنتم خير الأمم، والله بمشيئة الله ستظل الخيرية في هذه الأمة إلى يوم القيامة. لكن لو أعدنا الإيمان الحق في قلوبنا، منظومة الإيمان الغائبة اليوم في مجتمعنا لو عادت لما وقف لأمة الإسلام أحد، لرجعنا إلى مكاننا في الصدارة والريادة بعد أن أصبحنا في ذيل القافلة. انظروا كيف تقدم سلفنا الصالح، وكيف ساد الدنيا كلها، وكيف كان أباطرة الأرض من قياصرة وأكاسرة يخطبون ود المسلمين ويتزلفون إليه. ما الذي فقدناه؟ ما الذي فقدناه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان، الإيمان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نريد أن ننتقل من مرحلة الإسلام إلى مرحلة الإيمان، فالإسلام طقوس وشعائر، لكن الإيمان معنى يملأ القلوب، الإيمان معنى آخر. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلنعد الإيمان الحق،
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لا بد من عودة صادقة إلى الإيمان الحق، لا بد من مراجعة برامجنا مع الله عز وجل، لا بد أن تطرح الأمة هذه حلول عملية، لا بد أن تطرح الأمة شقاقاتها واختلافاتها وانقساماتها. جاء الأوان أن نعلو على الفردية وأن نتعالى على الأنانية والذاتية. جاء الأوان لكي تتوحد أمة الإسلام. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لا بد أن نكون على قلب رجل واحد. الأمة كلها، الأمة كلها لا بد أن تتوحد. إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، أو بكى مسلم في الصين أبكاني. إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، ومصر ريحانتي، والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وفي العراق أكف المجد ترفعني على كل مختال ومأفون وخوان. ويسمع اليمن المحزون أغنيتي فيستريح إلى شدوي وألحاني، ويسكن المسجد الأقصى وقبته في حبة القلب أرعاه ويرعاني، ويسكن المسجد الأقصى وقبته في حبة القلب أرعاه ويرعاني. أرى بخار بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني. شريعة الله لمت شملنا، شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان. يا أمة الإسلام توحدوا، كفاكم شقاقا، كفاكم خلافا، إلى ما الخلف بينكم إلى ما، وهذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام. إلى ما الشقاق؟ إن العربية القديمة قدم درس أهمية الوحدة لبنيه الثلاثة حين دعاهم إلى حزمة حطب وهم شباب أولو قوة، وقال لهم خذوا هذه الحزمة فاكسروها، فاجتمعوا عليها فما أفلحوا. فنزع عودا منها وأعطاه إلى أصغرهم، قال اكسر هذا، فكسره بكل سهولة. فقال لهم هكذا فلتعلموا يا بني، هكذا فلتعلموا يا بني أن الاتحاد قوة وأن التفرق ضعف. كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا. تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، فإذا افترقنا تكسرت أفرادا. تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، فإذا افترقنا تكسرت أفرادا. الاتحاد قوة، والله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاتحاد قوة والتفرق ضعف. كونوا على قلب رجل واحد في هذه الأمة. وصدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إنما يتمكن الذئب من الغنم القاصية، إنما يتمكن الذئب من الغنم الشاردة. أما الجميع إذا سار في مركب واحد لا يمكن أن يضام أو يزل أو يقهر أبدا. ورسالة أخيرة أوجهها من هذا المكان أيها السادة إلى الضمير العالمي وإلى المنظمات الحقوقية التي سقطت الأقنعة عن وجهها الكاره. الآن سقطت الأقنعة يا أمة الإسلام، الآن ظهر النفاق العالمي، فما أصبحت كلمة السلام إلا شعارا يردد، وما أصبحت كلمة حقوق الإنسان إلا شعارا أجوف لا معنى له ولا حقيقة. هؤلاء المنظمات وهذه الكيانات تشدق بالسلام والإنسانية وحقوق الإنسان، أين هم اليوم؟ سقطت الأقنعة، وقد سقطت قبل ذلك منذ زمن، ولكننا لا نفطن ولا نتعلم. كانوا يقولون لنا
لو طارت ذبابة فوق المحيط علمنا بها وأحطنا بها. إذن فأجيبونا يا أكبر وأدق جهاز مخابرات في العالم، كيف انتقلت هذه المئات والآلاف من الدواعش وأمثالهم من منطقة الهلال الخصيب في سوريا والشام إلى ليبيا وما حولها، فخربت البلاد وقتلت العباد؟ كيف انتقلت؟ من الذي أذن لها؟ من الذي مولها؟ من الذي سمح لها؟ من الذي أعطاها الغطاء لتفعل في البلاد والعباد ما تشاء؟ كفانا نفاقا دوليا. إن مشكلة اليوم مشكلة تحتاج إلى تضافر جهود وإلى توحد عالمي. وإننا نقول لليهود للكيان الصهيوني أخس الخلق وأحقر الخلق، لن تجدي مع أمة الإسلام سياسة الأمر الواقع، سياسة الأمر الواقع لن تجدي مع خير الأمم، لن تجدي مع أمة رسولها محمد. سياسة الأمر الواقع الخروج على كل الأعراف والتقاليد والعادات، اختراق كل المواثيق الدولية والقوانين، لن يجدي ذلك. إن أمة محمد أمة خير الخلق، وإن الله عز وجل رفض أن يعذب هذه الأمة أو يفعل بها ما فعل بغيرها. قال الله لنبيه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الأمة التي أعطيت خصال الأنبياء، كان الله إذا بعث نبيا قال له: ادعوني أستجب لك، وقال لأمة رسول الله: ادعوني أستجب لكم. كان الله إذا بعث نبيا قال له: وما جعل عليك في الدين من حرج، وقال لهذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان الله إذا بعث نبيا جعله شاهدا على قومه، وجعل أمة محمد شاهدة على جميع الأمم. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال: ادعوا الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا مولانا محمد أرسله ربه على حين فترة من الرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوتهم وسار على هديهم ونهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب الله ورسوله، عليكم أن تشعروا بخيريتكم هذه وتستحضروها وتفخروا بها، وعليكم أن تستعيدوا مقوماتها. لا يقف الأمر عند مجرد الفخر بأننا كذا وبأن أسلافنا كذا، ولكن يجب علينا أن نستحضر مقومات خيريتنا. لماذا جعلنا الله خير الأمم ونحن خير الأمم وأمة محبوبة، أمة طلب سلفها أن يعذبوا؟ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أكثروا من الاستغفار، أعيدوا الإيمان حيا في قلوبكم وبيوتكم، أعيدوا الإيمان في قلوبكم وبيوتكم، وراجعوا مناهج حياتكم. وكما قلت لحضراتكم من قبل: ماذا تفعل لو أن بابك يطرق في وقت من اليوم فسألت من الطارق فقال لك: أنا محمد رسول الله، أنا محمد، ماذا تفعل؟ ماذا تخبئ؟ ماذا تظهر؟ بماذا تفاخر؟ من ماذا تخاف وتخجل أن يراه عندك رسول الله؟ راجع بيتك وكيانك وحياتك، راجع. المراجعة مهمة،
والله لو عدنا مؤمنين حقا لعاد المسجد الأقصى إلينا على طبق من ذهب. والله لو عدنا مؤمنين حقا لنصرنا الله، لأن وعده لا يتخلف. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله لو عدنا مؤمنين حقا، وهذا سيحدث في آخر الزمان، سيقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فينادي الحجر والشجر على اليهودي، على المسلم: يا مسلم تعال ورائي يهودي، تعال فاقتله، تعال أرحني من نجسه، تعال أرحني من ريحه، تعال يا مسلم ورائي يهودي، تعال فاقتله وخلصني من جواره القبيح. سيحدث ذلك، سيحدث ذلك يا أمة الإسلام، يا خير الأمم، يا من أعطاكم الله خصال الأنبياء. أعيدوا الإيمان، أعيدوا مقومات الخيرية، توحدوا فيما بينكم، ولا تنتظروا حلولاً من هنا أو من هناك، فإن كل ما تفعله هذه المنظمات للحيوانات والكلاب قيمة عندهم أكثر من دماء المسلمين. أعزنا الله عز وجل وأعز الإسلام وأهله، لكن هذه حقيقة مرة، هذه حقيقة مرة لابد أن نكون عالمين بها. كذلك أيها الأحبة، لابد أن نعلم أن هذا الكيان كيان هش، الكيان الصهيوني، هذا الكيان، هذه الأسطورة الزائفة. اقرأوا التاريخ ستجدون عجب العجاب. وأحيلكم لا إلى التاريخ كله، ولكن إلى كتاب ربنا فقط وسنة نبينا فقط صلى الله عليه وسلم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عنهم في مئات الأحاديث. وأيضا أيها الأحبة، مؤرخ وفيلسوف إنجليزي معاصر اسمه توينبي يقول: إن اليهود جماعة منطفئة، أمة منطفئة، يعني سرعان ما ستنطفئ هذه الأمة بإذن الله، لا كيان لها ولا حقيقة لها. أيها الأحبة، ومن الجهود التي يجب أن يشاد بها في مثل هذا الصرح ومثل هذا المكان، ما أبرمه مجلس حكماء المسلمين بقيادة ورئاسة فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، أمد الله عز وجل في عمره وحفظه الله للإسلام ولأمة الإسلام، في يوم الاثنين الماضي أبرم مجلس الحكماء في العاصمة الإماراتية أبوظبي اجتماعاً موسعاً عميقاً لبحث هذه القضية الراهنة، وجه فيها رسائل في منتهى القوة إلى الضمير العالمي وإلى كل المنظمات والهيئات وإلى أمة الإسلام وإلى الملوك والرؤساء والحكام وإلى العلماء في كل مكان: على كل واحد منا جزء من المسؤولية المقدسة تجاه هذه القضية التي سنسأل عنها أمام الله. هذا إرهاب غاشم، هذا إرهاب غاشم. يا أيتها المنظمات التي تندد بالإرهاب وتعادي الإرهاب، ما الذي يحدث الآن على البقعة المقدسة في بيت المقدس وما حوله؟ ما الذي يحدث على مواطئ الأنبياء ومراقد الأنبياء هناك من اعتداءات وانتهاكات؟ لقد رأيت بعيني في مقطع النشرة، ولعل الكثيرين منكم رأى، امرأة عارية لا تلبس شيئا على الإطلاق تعبس بالمقدس الأقصى، تعبس وتجوس خلال المسجد الأقصى هنا وهناك، والناس يتفرجون عليه. ما هذا؟ هل هذا هو الدين؟ هل قال بذلك دين سماوي أو شرع رباني أو رسالة إلهية؟ مستحيل. هذا تدنيس وتلويس وتنجيس لهذا المكان الذي قدسه الله سبحانه وتعالى. مجلس الحكماء ندد وقال: إن هذا ينذر بكارثة عالمية وبحرب دينية تقوض أركان المنطقة كلها. ندد وقال: علينا كذلك أمة الإسلام أن نعلم أبناءنا، أن نعلم أبناءنا ما هو المسجد الأقصى. ومن هذا الباب ما قام به الرواق الأزهري اليوم في تلبية عاجلة لهذا النداء، عقب الصلاة مباشرة بمشيئة الله يعقد مجلس حديثي موسع يحضره كبار هيئتي، كبار العلماء وكبار علماء الأزهر في هذه الساحة المباركة، يقرؤون كتاب فضائل بيت المقدس
للحافظ ضياء الدين المقدسي كخطوة في تعريف الشباب والأمة بهذا الكيان وبهذه البقعة وبهذه المنطقة المقدسة من الأرض. وأنا أهيب بحضراتكم جميعاً أن تشهدوا هذا المجلس وأن تحضروا هذه اللحظات المباركة التي تشهدها الملائكة بإذن الله، فإن الملائكة تتنزل على طلاب العلم وعلى مجالس العلم، وإن الدعاء يستجاب في مجالس العلم، فسندعو الله جميعاً بقلوب خاشعة أن يرفع الغمة عن هذه الأمة. سنجلس المجلس الحديثي جميعاً بحضرة شيوخنا وأكابرنا وسادتنا العلماء، هيئة كبار العلماء الذين أصدروا بياناً حاسماً أيضاً في هذه القضية. دمت للأمة يا أزهر، دمت للأمة يا أزهر، دمتم للأمة يا هيئة كبار العلماء، دمت للعالم وللإسلام يا فضيلة الإمام الأكبر، دمت للإسلام يا شيخ الإسلام. بارك الله في جهودك ومساعيك الطيبة في الداخل والخارج نحو قضايا الأمة، سيسجل التاريخ لك ذلك بمداد من نور. إن اسمك يكتب الآن في هذه القضية بمداد من نور في سجل الخالدين من العلماء والأفزاز والرواد الذين وقفوا حيال قضايا أمتهم بكل إيجابية وبكل فخر واعتزاز. بوركت جهودكم يا رجال الأزهر، بوركت جهودكم يا رجال الأزهر، وبوركتم يا أهل مصر جميعاً. والله إن لمصر أيضاً جهوداً لا تنكر، وسيذكرها التاريخ منذ تأسيسها للجامعة العربية وتولي وجعلها مقرها في مصر لتكون واجهة الصراع وجبهة الصراع مع هذا الكيان الصهيوني منذ عام 1948 حين أعلنت دولة الاحتلال الغاشم على أرض فلسطين المحتلة. سيذكر التاريخ لأهل مصر ولشعب مصر الأمس واليوم وغدا. يا سيادة الرئيس، يا جيش مصر، يا أهل مصر، يا شعب مصر، بارك الله جهودكم وكتب أسماءكم في سجل الخالدين. لا تنسوا هذه القضية، لا تنسوا هذه القضية، هي ليست شأناً فلسطينياً خاصاً، بل هي قضية كل مسلم بداخله عروق تنبض وقلب يتحرك ويدق ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. احفظوا مراقد الأنبياء من التلوث، احفظوا مواطئ الأنبياء، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أسأل الله العلي العظيم أن يرفع مقته وغضبه عن أمة محمد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك يا ربنا نصرا عاجلا وفرجا قريبا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تعيد المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين. أسألك يا ربنا أن تطهر المسجد الأقصى من تدنيس الصهاينة الملاعين. نسألك يا ربنا أن تحفظ مقدسات الإسلام وأمة الإسلام. اللهم احفظ أمة محمد، اللهم احفظ أمة محمد في كل مكان. اللهم إنا نستودعك هذه الأمة التي أحببتها وبخير الأنبياء والمرسلين أكرمتها. نسألك يا ربنا أن تحفظ هذه الأمة وأن تجعل رايتها عالية خفاقة. اللهم احفظ أمة محمد، اللهم أعل رايتنا ووحد كلمتنا واجمع شملنا على الحق المبين. اللهم إنا نستودعك مصر وأهلها ورجالها ونساءها وجيشها وأمنها. اللهم إنا نستودعك شعبها وبناءها ومقدساتها وكيانها. احفظ مصر بحفظك يا رب العالمين، احفظ مصر بعينك التي لا تنام، وجنبها وجنب أمة محمد الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته،
ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم لا تفرق جمعنا الآن إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل مبرور، وتجارة لا تبور. ولا تخرجنا الآن من بيتك إلا وقد غفرت ذنوبنا أجمعين، وقبلتنا أجمعين، ورحمتنا أجمعين بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروا يغفر لكم. أقم الصلاة.